السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. المهم الناس اللي بغاو يجيو عندنا حتى البيرو مرحبا بهم، راه كاينه النمره ديالي فوق من الفيديو. واللي عنده شي تساؤل يخلي ليا في لي كومونتير لتحت. وبالنسبه للنقطه اللي دويت عليها، الناس اللي بغاو يتعاملوا معنا راه كنخدموا اون ايكيب، يعني كاين لاشيتاكت، كاين البير دو تيد، وكاين لونتربريز اللي هما حنا. فمرحبا بالجميع، اي واحد مرحبا به. دخل عندي الواتساب، ساكت ميساج في النمره اللي فوق من الفيديو. ففرجه ممتعه، وما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير. قضيه اخرى بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو عندنا، راه يدخلوا عندي الواتساب، وفي الواتساب كنصيفط لكم لوكاليزاسيون وكتجيو عندنا حتى المقر في كاين. اول حاجه قبل ما انني نبدا في البناء، فكنحتاج انني كندفع للرخصه. فالوثائق اللي كنحتاج باش ندفع للرخصه: شهاده الملكيه، التصميم العقاري، حساب المساحه. هاد الثلاثه الوثائق كنضمن ليهم من السيت ويب ديال ان سي اف سي سي، يعني سواء من داخل المغرب او خارج المغرب، يعني كندخل لهذا الموقع عبر الانترنت وكنضمن لي هاد الثلاثه الوثائق: شهاده الملكيه، والتصميم العقاري، وحساب المساحه. فشهاده الملكيه كتطلب ليا 100 درهم كنضمن ليها من السيت، التصميم العقاري 100 درهم كذلك، وحساب المساحه شي 15 درهم، يعني اثمنة راه عادي رمزي. كنضمن ليهم من السيت، ولا كنمشي حتى للمحافظه العقاريه، حتى البلاصه فين عندي في كاين المحافظه العقاريه في مدينتي، وكيعطيوني هاد ثلاثه الوثائق. من بعد ما كنستلم هاد ثلاثه الوثائق، كنعطيهم الارشيتكت، المهندس المعماري. المهندس المعماري كيصايب ليا دوفي، هنا كنجيو للثمن ديال المهندس المعماري. كيصايب ليا الثمن باش غيخدم ليا هاد، باش غيخرج ليا الرخصه ديالي. فهنا كنجي بالنسبه للدوفي اللي دار ليا الارشيتكت، الثمن كيتراوح تقريبا ما بين 20000 درهم حتى 30000 درهم. وبالنسبه من بعد كنحتاج كذلك الوثيقه الرابعه اللي هي مذكره المعلومات. هذه مذكره المعلومات سواء كنضمن ليها حتى هي من السيت ديال الوكاله الحضاريه، اولا كنمشي للوكاله الحضاريه ديال المدينه ديالي وكيعطيوني هذه المذكره ديال المعلومات، الثمن ديالها تقريبا واحد 500 درهم. هنا جمعت الوثائق وبديت باش غنصايب البلان ديال المهندس المعماري، البلان ديال الفصاله. كنصايب واحد الفصاله على الدوق ديالي. هنا نقدروا نديروا لك حنا ان كونسيبسيون 3 دي، راه كنديروا كونسيبسيون 3 دي. الا بغيتي دير كونسيبسيون 3 دي مرحبا، بغيتي ملف تقديري للسلعه ولا مان دوفر ديالك مرحبا، راه النمره ديالي راه كاينه فوق من الفيديو. كما قلت كنصايب البلان ديال الفصاله وكنعطيه للمهندس المعماري باش كيدفعوا ليا في لو سيت، وكذلك كنصايب البلان ديال الحديد حتى هو كنصايبو كنحطو في لو سيت. ومن موراها كاين عاوتاني كذلك العقد الموقع ما بينك انت وما بين المهندس المعماري. هنا بالنسبه للكونطرا، حاجه اللي بغيت ندوي عليها في هذا الكونطرا هي تيكونوا فيها لي ديتاي، يعني تيكون فيها واش غيخدم لك غير البلان ديال الارشيتكت، ولا غيخدم لك البلان ديال الارشيتكت زائد البلان ديال الحديد، ولا يخدم لك البلان ديال الارشيتكت زائد البلان ديال الحديد ويدير لك واحد كونسيبسيون 3 دي، يعني يدير لك 3 دي مثلا انتيريور والاكستيريور. يعني الثمن هنا كيبقى يعني على حساب يعني المتطلبات، على حساب المتطلبات ديالك انت، وكذلك كيفاش بغيتي لا كونسيبسيون. كذلك عاوتاني النقطه اللي بغيت ندوي عليها، على حساب الارشيتكت اللي غتخدم معاه، واش الارشيتكت اللي عنده تجربه وعنده ليكسبيريونس وعنده خدم دي غون بروجي، يعني بروجيات كبار، ولا مهندس عادي. فهنا كيبقى كيلعب الثمن. انا قلت لكم تقريبا ما بين 21 حتى 30000 درهم. هنا غندوزو للوقت اللي غادي يطلب ليا هذا الشيء، الوثائق شحال من واحد كيسول على الوقت. فمن بعد ما كنصايب البلان ديال الارشيتكت، البلان ديال الفصاله، كيحطوا لي المهندس المعماري كيحطوا لي في لو سيت ويب ديال اللي هو السيت ديال الرخص .ma. هنا كتكون لا كوميسيون ما بين كتكون لا كوميسيون كل الاربعاء خميس في وسط السيمانه، ما بين الاربعاء والخميس كتكون لا كوميسيون. فهنا ملي كيدفع ليا المهندس المعماري ديك الفصاله اللي درت انا ووافقت عليها، كيدفعها ليا باش تاوتوريزا. هنا كتشوف الكوميسيون، كتعطينا الملاحظات ديالها، يعني تتعطي دي ملاحظات اللي ما خصهمش يكونوا، خصك تحترمهم ولا خصك تبدلهم. فغالبا السيمانه الاولى تيكونوا فيها الملاحظات ديال الكوميسيون، كترجع البلان لارشيتكت كتقول له ودي صلح هادي وهادي وهادي، كيصلح دوك المسائل وكيولي يدفع عاوتاني، كيولي يدفع عليهم كذلك. كدوز السيمانه الثانيه كذلك كدوز لا كوميسيون. هادشي علاش البلان ديال الفصاله كيدي ليا جوج السيمانات،
باش انه يولي بلان اوتوريزي ماشي اوتوريزا. كندوزو البلان ديال الحديد. البلان ديال الحديد كيجي من مور البلان ديال لاشيتيكت، يعني حتى تدوز ديك جوج سيمانات تقريبا. راه ما كنجيش نصايب بلان ديال الحديد مباشره ونصايب ونعطيه لونتربريز الشركه اللي غتخدم ليا، لا حتى كيتوتوريزا ليا البلان ديال لاشيتيكت. كيدوز بلوتوريزاسيون تيتوتوريزا، عاد كيجي البلان ديال الحديد. والبلان ديال الحديد كيفاش كيتخدم؟ كيتخدم على البلان ديال الفصاله، يعني داك البلان ديال الحديد خصو يكون مطابق للبلان ديال الفصاله. انا باش قلت الاخوان على حساب ملي تنكون خدام انا مثلا شاد بروجي خدام فيه، راه كنشوف كنقارن ما بين البلان ديال الحديد والبلان ديال الفصاله، رانا شحال كنلقى من مشكل، راه كنلقاو مشاكل الاخوان في هذه القضيه هذه، سيرتو ملي تتكون تتبني. تلقى مثلا المهندس ديال الحديد دار لك شي ساريه وسط الصالون، ولا مثلا داير لك مثلا فندوات داير لك فيهم العرض ديالهم مثلا 25، ولكن الحيط الحيط عندك 10 سنتيم، كتبقى لك داك الفندق كيبقى لك خارج، كيبقى لك واحد العيب، كيخرجوا لك عيوب. فداك الشيء علاش خاص يكون، خاصني انا كأنتربريز شركه اللي غنخدم معاك، راه كنشد البلان ديال الحديد وكنشد البلان ديال الفصاله وكنبقى نقارن بيناتهم باش لا كانوا عندي شي ملاحظات قبل ما نبني كنصلحهم. هنا كيتصلحوا في البني، انا كندوي على يعني، ولكن هاد النقاط راه ديجا الا خدمت معاك مثلا بناي، راه ما كيقدر البناي ما كيعرفش ليا هاد النقاط هادو، يعني راه شي حوايج تكنيك. راه من الاحسن انني الا بغيتي خدمه نقيه خصك تخدم مع واحد اللي غيقاد لك داكشي تكنيكمو، يعني لي تكنيك راه مهمين في البناء، سيرتو في البناء. مني قلت لكم جوج سيمانات تقريبا كيدير البلان ديال لاشيتاكت باش يتوتوريزا، كيدوز البلان ديال الحديد اللي كيتخدم على البلان ديال لاشيتاكت، وحتى هو كيدير ليا جوج سيمانات. السيمانه الاولى عاوتاني كتكون ملاحظه ديال لا كوميسيون، والسيمانه الثانيه يعني دوك الملاحظات كيصلحهم المهندس ديال لاشيتاكت. هنا عاوتاني النقطه اللي غندوي عليها، لاشيتاكت اللي غتخدم معاه في الكونطرا شوف هو شنو دار معاك، واش دار معاك البلان ديال الحديد والبلان ديال لاشيتاكت، ولا دار معاك غير البلان ديال لاشيتاكت. هنا كيتقول بنادم شحال من واحد صيفط ليا قال ليا راه لاشيتاكت صيفط ليا البلان ديال لاشيتاكت، ومن قلت ليه البلان ديال الحديد فين هو قال ليا وا فوالا راه ما قال ليش لاشيتاكت البلان ديال الحديد. مني هضر معاه لقى بانه هو ما تيصايبش البلان ديال الحديد، خصو عادي يمشي يشوف مهندس دراسات، عاد خصو يمشي يشوف بيرو دوتيت اللي صايب ليه البلان ديال الحديد، يعني غيولي عنده خدم جوج الملايين معاه ولا 15000 درهم، وخصو يزيد عاوتاني واحد 7000 درهم ولا 8000 درهم باش يصايب البلان ديال الحديد، كتولي عنده دي الشارج. هنا جوج سيمانات وجوج سيمانات، وصلنا 4 سيمانات من مورا. هنا دابا ملي كيت اوتوريزا البلان ديال الحديد والبلان ديال لاشيتيكت غندوز انني الخلاص غنخلص الخلاص اللي دوينا عليه قبل اللي تيكون ما بين 20 و 30000 درهم، راه فيه البلان ديال الحديد والبلان ديال لاشيتيكت وعلى حساب واش 3 دي واش يعني هاد المسائل. عاد كندوز ملي كنسالي كندوز للخلاص الثاني، وما كيكونش شي خلاص كثير في هاد الخلاص الاخراني، كيعطيني المهندس المعماري واحد الرقم، واحد الرقم هذاك الرقم كنمشي به للوكاله الحضاريه، كنمشي به الوكاله الحضاريه لاجونس اربان ديال المدينه ديالي، كنمشي كنخلص الوكاله الحضاريه. هنا كنخلص الوكاله الحضاريه تقريبا 5 دراهم للمتر كاري كوفير، كيحسبوا لي هما الدالات، فكنخلص الوكاله الحضاريه 5 دراهم تقريبا للمتر كاري كوفير. كندوز للوقايه البومبيه كنخلصهم كذلك واحد 3 دراهم للمتر كاري كوفير ديال الداله، وكندوز للجماعه تقريبا 20 درهم للمتر كاري كوفير باش كنخلص تقريبا المساحه المغطاه. فملي كنخلص هاد ثلاثه الحوايج كل واحد كيعطيني الروسي ديالو ديال الخلاص، كنهز دوك الرواسه اللي عطاوني بثلاثه كنرجعهم لارشيتيكت. هنا لارشيتيكت كيسكانيهم ليا وكيولي يحطهم ليا في المنصه، هنا بانني خلصت المسائل ديالي خلصت كل شيء. هنا كدوز الدوسي كيدوز للرئيس الجماعه مباشره، هنا كتبقى لك واحد 3 ايام ديال انه يسيني لك سينياتور ديال رئيس الجماعه باش انك تستلم الرخصه، يعني الماكسيموم ما بين الوقت اللي كدير ليا الرخصه هو شهر، يعني شهر كنقولوا شهر لو مينيموم، شهر لو مينيموم. اما لو ماكسيموم راه كتوصل تقريبا حتى ل 3 شهور، وكاين عاوتاني على حساب عاوتاني لارشيتيكت اللي غتخدم معاه. راه كيما قلت راه كاين لارشيتيكت اللي دخل خدام دي بروجي بزاف، كاين لارشيتيكت اللي مازال يلاه متخرج يلاه كي يعني كيكونوا يقدر كاع يدي لك حتى 5 شهور، ولا هو مازال ما مصايبش البلان، ما يعني مازال ما خرجش لك لوتوريزاسيون الرخصه، تعطلت لك لوتوريزاسيون، وكيكون مشكل حتى في لو سيت، حتى في السيت ديال الرخص كيكون فيه مشكل مشاكل، كيقدر يكون ما خدامش السيت ما خدمش وتعطلات ليا الرخصه باش تخرج، يعني هادو مسائل تقنيه.
غنبداو اول حاجه في الحساب هو الحفير. الحفير هنا الحفير ديال لاكاف ديال البقعه ديال 100 متر كاري كيتقام عليا ب 12000 درهم. ترى 12000 درهم ديال الحفير، الحفير يعني كنحفروا لاكاف كامله كتقام عليا ب 12000 درهم ديال الحفير. بالنسبه للحديد، الحديد غنحتاجوا الحديد ديال 6 2 طن و107 ديال 107 كيلو، يعني 2 طن وقنطار، 2 طن وقنطار 2107 كيلوغرام، كنضربوها في 9 درهم 20 كنحصلوا على 19384 درهم. بالنسبه للحديد ديال 8 غنحتاجوا 953 كيلو، يعني 9 القناطر ونص، كنضربها في 9 درهم 20 كنحصل على 8767 درهم. بالنسبه للحديد ديال 10 غنحتاجوا 2 طن و550 كيلو، يعني 2 طن و5 القناطر ونص، كنضربوها في 9 درهم 20 كنحصلوا على 23460 درهم. بالنسبه للحديد ديال 12 غنستعملوا 3 طن، هو اللي كنستعملوه بزاف. الحديد ديال 12 3 طن و144 كيلو، كنضربوها في 9 درهم 20 كنحصلوا على 28924 درهم. بالنسبه للحديد ديال 14 غنحتاجوا 297 كيلو، كنضربوها في 9 درهم 20 كنحصلوا على كنحصلوا على 2732 درهم. بالنسبه للبيطون، هنا البيطون كنستعملوا بي 25، هو البيطون اللي كنخدموا به في السواري، في كل شيء، في السواري، في لونغرينات، السوميلات، فندوات، يعني خدمه كامله. بالنسبه للبي 25 كنضروا عندنا نحتاجوا 116 متر مربع، فيها الضالات بثلاثه، فيها السبلي والبروميير والطبق الاول والطبق الثاني، وفيها حتى الطبله، حتى البيطون ديال الطبله في 116 متر مربع متر كيوب، كنضربها في 750 درهم باش داير البيطون ديال البومبا، كنحصل على 87000 درهم. بالنسبه للضاله وردي، هنا الضاله وردي غنستعملوا الوردي ديال 15، لحقاش كاين اللي عندك في البلان هو اللي كتطبق، داكشي علاش قلت انا راه كيكون ديفيرون، يعني كيكون مثلا انا هنا عندي مثلا غنخدم بالوردي ديال ها هو البلان باش نوضح لكم كل شيء. هنا مثلا غنخدم بالوردي ديال 15، ها هي علاش غنخدم بالوردي ديال 15، ماشي جيتو من راسي انا غنخدم به، راه البيردوتيد المهندس الدراسات هو اللي دار لي خصك تخدم هنا بالوردي ديال 15، ها هي 15 زائد 5، خصني نجيب الماركه ديال الوردي ديال 15، الوردي ديال 15 ماشي هو الوردي ديال 20، ماشي هو الوردي ديال 12، يعني راه كاين كيكون ديفيرون. هذاك الشيء علاش تمشي انت على حساب البلان، على حساب اللي عندك في البلان ديال الحديد. الوردي ديال الضاله وردي فيها الوردي وفيها البوتريل وفيها التريسودي، ف 9000 درهم الضاله، الوردي ديال 15 9000 درهم الضاله. عندنا ثلاثه ديال عندنا اربعه ديال الضالات، الضاله ديال لاكاف ديال لاكاف، والضاله ديال السفلي، والضاله ديال الطبق الاول، والضاله ديال الطبق الثاني. كاين الضاله ديال لاكاف واحد، الضاله ديال السفلي جوج، الضاله ديال الطبق الاول ثلاثه، الضاله ديال الطبق الثاني اربعه. 9000 درهم كنضربها في اربعه كنحصل على 36000 درهم. ندوزو لياجور ديال 15، لياجور ديال 15 ديال الصندوق كنحتاجو 4000 حبه. هنا الوردي ديال البريسا، يعني الطوبيه ديال البريسا، الطوبيه ديال البريسا احتاجين 4000 حبه. الطوبيه ديال البريسا دايره 5 درهم ونص، 4000 كنضربها في 5 درهم ونص وكنحصل على 22000 درهم. الياجور ديال السبعه ديال الفصيل، غندير به الفصيل وغندير به الفرصادات ديالي، فغنحتاجوا 7000 ياجوره. الفرصادات نحاولوا نديروهم بدوبل كلوازو، انا راه دويت على القضيه ديال دوبل كلوازو باش كنخليو البلاصه ديال فين يدخل الكاشريدو. الناس اللي باغا ريدوات في الشراجم، ماشي تا ندير انايا خدمه سامبل عاد نولي كنرجع وبغيت الريدوات، لا، هادشي راه الكروزوفر كيلعب على الفينيسيون. الا درتي خدمتي البني كحله مزيان راه حتى الفينيسيون كيطلع لك مزيان. ياجور السبعه احتاجينا 7000 ياجوره، كنضربوها بجوج درهم كنحصلوا على 14000 درهم. سيمه ديال 35 اللي غنستعملوا في المطوب، 160 خنشف 78 درهم كنحصلوا على 12480 درهم. الرمله كنحتاجوا 12 متر ديال الرمله. هنا الرمله الصويريه، الرمله الصويريه مزيانه، رمله مزيانه، الماركه ديال الصويريه، الرمله 12 متر في 320 درهم كنحصلوا على 3840 درهم. الكياس 10 متر كنضربوها في 150 درهم باش داير الكياس كنحصلوا على 1500 درهم. توفنا 10 متر كنضربوها في 150 درهم كنحصلوا على 1500 درهم. والسلك والمسمار 50 كيلو كنضربوها في 18 درهم كنحصلوا على 900 درهم. هاد الثمن ما فيهش شي حوايج بحال مثلا الميكا اللي غنحتاج، لاسينيسمون قادوس، هذاك الشيء لو ماكسيموم تقريبا واحد 5000 درهم زايده تقريبا. المجموع ديال السلعه كنحصلوا على 27 مليون، يعني 27 مليون و4000 درهم، يعني 28 مليون، 28 مليون ديال السلعه. واليد العامله 490 متر في المجموع ديال الميتراج كنضربها في 300 درهم كنحصلوا على
14 مليون ديال اليد العامله، 14 مليون ديال اليد العامله و28 مليون ديال السلعه، المجموع كحله 42 مليون، يعني قول 43 مليون. هادشي باش غتقام عليك تقريبا البقعه ديال 100 متر مربع ار بلس 2. نتمنى ان يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم في لي كومونتير، الاراء الايجابيه وتا السلبيه مرحبا بهم، مرحبا حتى بالاراء السلبيه، نجاوبوا جميع التعليقات والله يسهل الامور.